هاها هيك غليت علينا كتير، أنا ما فيني أدفع هالمبلغ، بدفع كم ليرة زيادة وباخد لي وحدة وكالة أحسن. وقديش فيك تدفع لي؟ إيه إذا هيك ماشي. إيه فهمت فهمت. مع مين عم تحكي؟ طيب ماشي، شو بدي ساوي؟ رح استنى منكم اتصال لكان؟ ماشي مع السلامة. مين هاد وشو عم يبيع؟ الميكانيسيان قال لي السيارة بدها هديك الحسبة. قلت له بيعها أحسن لي، شو بدي ساوي؟ ها يعني سفينة بلا سيارة؟ لا لا تخاف لمعي، كريم معه مصاري بيشتري غيرها. روح جيب لنا حطب قبل ما تغير أوعيك. ماشي رايح جيب حطب. ست ميسر تعالي عدي، بدي أحكي معك كلمتين. شبكي تعي فوتي عدي. شو بدك؟ حاجة كل شوي تعيديها، كريم معه مصاري، كريم معه مصاري، شو بدك منه؟ قديش قبضتي مصاري من بيعت البيت؟ هلا لهيك ناديتي لي ست مريم؟ خفت والله فكرت صاير معك شي. ايه لهيك انا ناديت لك، في كتير شغلات لازم اعرفها هلا. ايه حتى لو دريتي شو رح يتغير؟ كيف بتقبلي تاخدي مصاري؟ ها؟ وفاطمة المسكينة امنتك على قصتها، مع هيك رحتي واتفقتي معهم، ليش ساويتي هيك؟ فاطمة ما حكت لي شي ست مريم، ما كانت حسنانة تحكي لما كانت بالمشفى. انا فهمت من حالي انه اغتصبوها. لما اجت الشرطة راحت وفتشت مكان الحادث، قمت رحت معهم وهنيك لقيت خاتمه لسليم رشدان، حطيته بجيبتي والمسويات رحت على بيتهم، وقفت قدامه لرشاد وواجهته. عم تحكيها بكل وقاحة كمان؟ ليش ما سلمتي الخاتم للشرطة مشان يحبسوهن؟ بهالطريقة ضيعتي علينا أهم دليل مشان مصالحك الخاصة. شو كنا رح نستفيد يعني؟ كانوا رح يلاقوا ألف طريقة وطريقة ليلففوا القصة. بيت رشدان واصلين، بتعرفي هالشي؟ كنا تشنطتنا بالمحاكم وبالأخير ما طلع لنا شي. قلت بناخذ لنا كم ليره كتعويض على اللي صار. ما عم صدق اللي عم اسمع، انا مو ملاقيه ولا كلمه عبر. ست مريم بكفي بقى، حاجه تعطيني دروس بالحياه. الحياه ما بتمشي بلا مصاري، حتى اقرب الناس اليك بيجي يوم وبيتخلوا عنك وبيتركوكي لحالك، تصفي لحالك بالشارع. قليلي كيف بدك تكفي حياتك بلا مصاري؟ بتعرفي شو ممكن يصير؟ ما بيضل قدامك غير انك ترضي وتقبلي باللي بينفرض عليكي. برضاي عليكي تنسيلي قصة المصاري، فاطمة استفادت منا وكريم كمان، شوفي شلون مبسوطين هلأ. بكرة رح يجي يوم وينسوا كل شيء، اطمني. ما رح ينسوا شيء، لا فاطمة رح تنسى ولا أنا رح أنسى كمان. لك شبكي؟ ست مريم شو صار لك؟ بعدي برقبتي. شبكي؟ شكلة رقبتك أفرك لك ياها؟ ما بدي، خايفة لا تتأذي أكثر من هيك. آه، يا الله. الله يجيرك، عندك دواء يخفف الوجع؟ فايت هي تسطح جوا. شو صاير؟ ومنقدم لك 3 شهور انترنت مجاني. شو قلت اخي؟ كل المواصفات اللي بدي اياها فيه موجوده؟ هذا احدث شيء. هلا اتركنا من هالحكي وقل لي قديش بدك تحسب لي هاللابتوب؟ كيف ناوي تدفع؟ نقدي ولا شو؟ لا مو نقدي، مثل ما دفعت لك انا، يعني بالتقسيط. شو باك؟ قلت لك هذا كريم مثل اخي، مستاجر بيتنا، انا بكفله. ماشي، رح جيب لك استماره. مبروك اخي كريم. شكرا فهمي، عن جد ما بعرف كيف بدي اشكرك. شو هالحكي يا اخي؟ لك انا اسف اخي، نسيت انك منصاب، لسه ما راح الوجع؟ هو راح لما ضربتني توجعت. صار معكم شيء؟ حدا قرب نحكم بعد هداك اليوم؟ لا. ومصطفى
خطيبة القديم لمرتك. سمعت إنه مشراني، خايف ليرجع يساوي لكم شي يا أخي. من هون ورايح ما في يقرب منا. وليش بتأكد من هالشي؟ لأنه أنا ربيته. هات ناولني هويتك. بالبداية خليني خبرك إن شغلة مانا سهلة، بس هالشغلة فيها مصاري كتير. رح تكون المسؤول عن كل شوفيرية الشركة. أنت رح تنظم الرحلات وبترفع على المحاسبة كل شهر، ورح تكون مسؤول كمان عن الشاحنات، قصدي العمال. هنن رح يهتموا فيها وأنت رح تتابع كل شغلهم. يعني كل شي شاحنات بالشركة أنت اللي رح تتكفل فيها. أنا واثق أنك رح تنجح وبراهن على هذا الشي. رجاء لا تفشلني قدامهم. طمن، ما أنا سهلة مثل ما أنا مفكر. نحن حطيناك بأهم موقع عنا بالشركة. يعني لازم أشكركم؟ الله يوفقك. تعال إسماعيل، تعال. تفضل. قال طلبت تشوفني. ايه، طلبتك لخبرك بالتغييرات اللي راح تصير بالشركة. مصطفى بيك راح يرجع يشتغل معنا، لهيك سلمناه وظيفة حساسة كتير. راح يكون المسؤول عن كل الشاحنات اللي هون. لا تخاف، مكانتك محفوظة، راح تكفي شغلك معنا وما بنستغني عنك نحنا. راح ترفع تقرير للسيد مصطفى بكل شيء. من هون ورايح مصطفى بيك هو المسؤول عن رؤساء الأقسام، وانت راح تكون ايده اليمين بكراج الشاحنات. في شيء حابب تستفسر عنه؟ لا. حلو، هلأ بتاخد مصطفى وبتروحوا على الكراج، وبتخلي لي مصطفى بيك يطلع على الأوضاع هنيك ويتعرف على طبيعة سير العمل، وانت راح تحكي له عن كل التفاصيل. ماشي، يلا. تفضل سيد مصطفى. هيك لكان يا مصطفى، أخذت كومة مصاري وهلأ صرت معلمنا، وأنا مثل الأجدب كنت عم أنصحك كمان، وبالأخير طلعت أذكى من الكل وأكلت البيضة والتأشيرة. صباح الخير. صباح النور. غريبة، بدل ما تتعاقب على جريمتك رفعوك كمان، كيف صار هالشي؟ والله ماني عارفان، عن جد فاجأتني يا مصطفى. الشي اللي بيني وبين بيت رشدان ما بيعني أي حدا فيكن، لهيك اصحك تحشر حالك وخلي كل واحد يشوف شغله، ما دخلكن بأي شي. بأمرك يا سيد مصطفى،